أهلا بكم من جديد. تحت شعار انتفاضة المحامين، نظم عدد من المحامين وقفة احتجاج، وذلك للمطالبة بتعديل قانون المحاماة والحفاظ على كرامة المحامي ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لحقوق المحامين من قبل الشرطة والقضاء. من جهتها قالت المحامية عزة العشري، والتي كانت ضحية اعتداء داخل قسم شرطة المعصرة في القاهرة، قالت إن أمناء الشرطة اعتدوا عليها داخل القسم بعدما اعتدوا على شقيقتها والتي كانت ترغب في تحرير محضر إثبات حالة بفتح محلها الخاص بدون علمها. كما تعرضت المحامية للضرب والتهديد بسبب تسجيلها للحظات الاعتداء على شقيقتها لدى وصولها إلى قسم شرطة المعصرة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر أو تنضم إلينا في استوديو الجزيرة مباشرة الناشطة الحقوقية الأستاذة داليا لطفي. رحب بك معنا أستاذة داليا. من الواضح أن مسألة الانتهاكات التي تحدث من قبل الشرطة المصرية، سواء كانت تجاه المحامين أو الأطباء أو حتى المواطنين بشكل عام، متكررة ومستمرة حتى هذه اللحظة، برغم كل ما قيل فيها وبرغم كل الاعتراضات التي تمت على هذا الأسلوب. ما رأيك؟ هل نحن أمام منهجية من قبل الدولة المصرية في هذا السياق؟ نعم، هو بلا شك احنا شاهدنا انتهاكات شديدة وإهانات للعديد من المحامين، سواء في المحاكمات أو في أقسام الشرطة، أو يعني من قبل وكلاء النيابة ومن قبل أمناء الشرطة. يعني هذه ليست الحادثة الأولى. كان في حادثة ضرب أحد المحامين بالنار في أحد المحاكم في أحد المحاكم، وحوادث أخرى مثل الاعتداء على المحامي برضو بالأحذية. فللأسف الدولة التي لا تحترم سيادة القانون ولا تحترم الحقوق والحريات لا تحترم المحامي ولا تحترم دوره في يعني الدفاع عن الضحايا، ده إذا كان تم الاعتداء عليه في سياق. طيب يعني ممكن يكون من المفهوم أن يعتدى يعني في دو في 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 ظل نظام السيسي في مصر مثلا على جماعة الإخوان المسلمين، أنا يعني يرونها إرهابية و طبعا ده مش متفهم كحقوق إنسان، لكن يعني لماذا يعتدى على محامي؟ لماذا يعتدى على طبيب؟ يعني لأنها أصبحت دولة البلطجة، دولة اللا محاسبة. عندما يتم الاعتداء من أمناء الشرطة أو عندما يتطاول المفروض الموظفين الرسميين للحكومة على المحامي ولا يتم محاسبتهم، بالتالي هذا يفتح الباب للمزيد من الإهانات والاعتداءات ضد المحامين. نعم، انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيد منتصر الزيات، رئيس اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي. يرحب بك معنا سيد منتصر. إلى متى ستستمر الانتهاكات في حق المحامين، وطبعا غير المحامين لكن في حق المحامين تحديدا، من قبل رجال الشرطة وأمناء الشرطة حتى هذه اللحظة سيد منتصر؟ هل يليق أن ندين ونشجب ونستنكر الجهات التي تعتدي على المحامين في مصر قبل أن نلوم ونشجب ونستنكر النقابة التي من المفترض أن تدافع عن أعضائها؟ هذه النقابة التي فرطت في حق أعضائها وسلمتهم لقمة سائغة للنظام. وأنا عاوز هنا في هذا الخصوص أجيب على السؤال اللي حضرتك طرحته منذ قليل بفتك العزيزة، أنه المحامي في مصر هو محامي الشعب. المحاماة هي رسالة الدفاع عن الحق، والمحامي هو الذي يتصدى للعوار الدستوري، هو الذي يطعن على القوانين بعدم الدستورية. المحامي هو الذي يدافع عن المظلومين والمضطهدين بسبب آرائهم وأفكارهم. المحامي هو الذي يتقدم لحماية المواطن المصري. المحامي هو الذي يدافع عن من يسمون الآن بالإرهابيين، والذي يدافع عن معارضة النظام، والذي يدافع عن الإخوان المسلمين. لذلك المحامي مستهدف، هذا هو السبب الرئيسي في استهداف المحامي المصري، إهانته وإرهابه وإرهاب شباب المحامين أن يعملوا في هذا الإطار الدفاع عن معارض النظام. لا أستطيع أن أفهم تنامي ظاهرة الاعتداء على المحامين إلا من هذه الوجهة. طيب لكن اسمح لي، لعلك ألمحت في بداية حديثك
وكأني فهمت أنك يعني تتهم نقابة المحامين بوضعها الحالي في التقاعس عن حماية المحامين وحقوقهم. ما السبب الذي يمنع النقابة وهم أعضاء يعني انتخبوا من قبل يعني الجمعية العمومية للمحامين في مصر أن يدافعوا عن مصالح المحامين فضلا عن كرامة المحامين التي تهدر يوميا سيد منتصر؟ يعني رأس النقابة هو الأستاذ سامح عاشور، والأستاذ سامح عاشور هو جزء من التكوين الذي ناهض التيار الإسلامي، وهو الذي عمل على إسقاط نظام الرئيس مرسي، إذن هو جزء من هذا النظام. طيب، هذا جانب السياسي، وبالتالي لا تحدثني عن أعضاء النقابة، لأن أصبح معلوم للعامة، معلوم من باب العلم العام أن الانتخابات مزورة وأنها زورت، وأنه متى زور انتخاب النقيب حليف النظام، رجل النظام، وبالتالي فتح له الباب ليدخل الأعضاء الذي يرضى عنهم هذا النقيب، وبالتالي لا مكان للحديث عن نقابة المحامين. من العجب أن نقيب المحامين يتحدث صراحة أنه لن يدافع عن المحامين المتورطين في أعمال العنف، وهو محامي، المفترض أنه محامي، والمفترض أنه يعلم وأنه يعلم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الاتهام بالتورط في أعمال العنف إنما يكون بمذكرة معلومات تقدمها المباحث العامة هي التي تتهم، وهو يعلم أن محكمة النقض وأن الأحكام استقرت على أنه إذا كان الدليل الوحيد هو هذه المذكرة الصفراء التي تقدمها أجهزة الأمن فلا معول عليها. لما نقيب المحامين يهدر هذا الفقه المستقر القضائي والقانوني ويقول أنا مش هدافع عن المحامين وبالتالي عن المواطنين المصريين اللي بيضطهدهم النظام لمجرد أنهم خصوم. طيب، حتى لو أطيل عليك، السؤال الأخير لك في هذا السياق أستاذ منتصر، ما الذي سيرضى الشرطة يعني عن انتهاك الحقوق المحامين والتعرض لكرامتهم فضلا عن بقية المصريين؟ ما الذي سيرضعها إذ لم يكن نقيب المحامين يعني يدافع والمحامون لهم وقفة جادة؟ يعني ما الذي سيمنعهم عن ذلك؟ توحد المحامين. أنا أناشد المحامين بالوحدة بعيدا عن هذه القيادة النقابية المتواطئة. المحامين شايفين انهم في كل يوم ده في محامية زميلتنا التي في المعصرة وهي ليست لها اهتمامات سياسية، لمجرد انها ذهبت تقدم شكوى في امين شرطة تم الاعتداء عليها وتم ضربها وتم اهانتها. اذا للمحامين ان يتحدوا ويلتفوا في تكوين من داخل النقابة. انا لا ادعو الى نقابة بديلة، ولكن لابد من التصدي. ما لم يكن هناك موقف للقضاء المصري ينحاز فيه إلى الحريات العامة بعيدا عن الموائمات السياسية، سنظل في رحى استهداف الشرطة للمحامين. أشكرك شكرا جزيلا سيد منتصر الزيات، رئيس اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، قال اللواء حسن السهاجي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع السجون، قال إنه لا فرق بين سجين سياسي وجنائي في التعامل داخل أسوار السجون، فالجميع يلقى نفس المعاملة. وقال السهاجي في حوار خاص لصحيفة اليوم السابع إن السجون أصبحت مثل المنتجعات السياحية بعد التطوير ووجود كل المرافق بها ومطابقتها للمعايير الدولية. ونفى رئيس قطاع السجون وجود حالات تعذيب أو اختفاء قسري، وقال إن هناك سجناء يبدون رغبتهم في عدم الخروج من السجن عقب انتهاء مدة حبسهم بسبب حسن المعاملة التي يتلقونها، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في دفع ديون بعض المحبوسين ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل. ودعمت صحيفة اليوم السابع هذا الحوار مع السهاجي بصور من داخل عدد من السجون المختلفة ترصد حالة المطاعم ومساحات للتسلية والمطالعة. أما في المقابل أو في غضون ذلك، أطلقت الشرطة المصرية الكلاب البوليسية على المعتقلين في سجن وادي النطرون بعد إعلان المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام والزيارات بسبب المعاملة السيئة وتكدس الزنازين وقطع المياه عليهم. أعود إليك أستاذة داليا.
راجل اللواء مدير مصلحة السجون بيقول إن السجون المصرية زي المنتجعات السياحية، بل إن مستشفيات السجون دي أصبحت تضاهي المركز الطبي العالمي اللي معروف في مصر اللي تابع للقوات المسلحة، وهو أفضل الأماكن الصحية في مصر. ما عندناش، هو يقول ذلك، ما عندناش حاجة اسمها تعذيب، ما عندناش حاجة اسمها اختفاء قسري. بعض السجناء بيرفضوا إن هم يخرجوا من السجن في نهاية مدتهم علشان حسن المعاملة. ما رأيك في هذا الكلام؟ هو أشر البلية ما يضحك حقيقة، يعني أن هو يقول أنه سجين يختار أنه هو تظل حريته مقيدة لأنه ويرفض الخروج إلى العالم الخارجي اللي هو مسجون عنه، لأن السجون أصبحت منتجعات سياحية. يعني هذا كلام لا يصدقه أحد، يعني هذا كلام يعني ليس كلام منطقيا تماما. طبعا ده أبسط يعني شيء أو جزئية في التصريح اللي عمله، لكن يعني احنا محتاجين أو عايزين نسأله، يعني هو أنت لما تكدس 170 سجين في غرفة صغيرة لا يستطيعون لا النوم ولا التقلب ولا حتى الجلوس، يعني بيتبادلوا في النوم ويتبادلوا في الجلوس، ففين الآدمية في هذا؟ يعني لما عندك أكثر من 340 حالة وفاة في السجن بسبب التعذيب وبسبب الإهمال الطبي لم يتم التحقيق في ولا حالة فيهم، يبقى فين 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 ظروف؟ أنتم وثقتم حالات كثيرة في هذا السياق. نعم، وثقنا العديد من الحالات، وبالمناسبة الكثير من هذه الحالات على مكتب النائب العام لم يرد عليها. تقدمت منظمات حقوقية عديدة بتقارير مفصلة عن ظروف الاحتجاز وبشهادات موثقة بأسباب الوفيات في السجون، سواء بسبب الاختناق من التكدس أو بسبب الإهمال الطبي. لا يوجد أصلا طبيب متخصص في السجون، يوجد ممرض غير متخصص، ولا أصلا يعني حتى يتركون الحالات إلى أن تتدهور بشدة، وإما أن تموت أو أن يعني يكون خلاص يعني على وشك الإصابة بالإعاقة. أستاذ داني، دعينا نتناول نموذج أو مثال على ما يحدث داخل السجون المصرية. تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيدة عفاف، والدة أحد المعتقلين بسجن وادي النطرون. سيدة عفاف، أرحب بك معنا. سمعنا أو يعني قيل أن هناك حالة إضراب من قبل المسجونين بوادي النطرون لسوء المعاملة وسوء حتى أو قلة فتح الزيارات وما شابه. هل لك أن تحكي لنا عن تجربة ابنك داخل سجن وادي النطرون أستاذ عفاف؟ مع حضرتك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك احنا ابني في معتقل في وادي النطرون، ومن فتره كده سمعنا ان هو بداوا يشددوا عليهم تشديد جامد جدا، بداوا يدخلوا عليهم اعداد زياده. الغرفه اللي هي بيحتجز فيها 14 شخص متواجد فيها من 28 ل 30 شخص، بالاضافه لان هم عايزين يدخلوا عليهم اعداد كتير ثانيه كمان. فاولادنا لما حصل لهم كده رفضوا وقالوا ان هم مش هيتقبلوا ان حد يدخل، لان كده الوضع بقى صعب جدا، فقرروا ان هم يعملوا اضراب. فلما حصل الاضراب دون قطعوا عليهم الكهرباء، قطعوا عليهم الميه، قفلوا عليهم حتى الشباك الوحيد اللي كان يعني مجال للتهويه في المكان، منعوهم من التريض، ما عادوش بيخرجوا تماما من الزنزانه. طبعا كل ده ادى الى ان هم ظهرت عندهم حالات جلديه، حالات صبريه، لان في ناس فيهم كبار في السن وفي ناس فيهم مرضى. فطبعا ده ادى الى تدهور بعض الحالات، بدا يجي لهم حالات اغماء، ضعف وهزال وحاجات من دي. اداره السجن متعنته جدا جدا معاهم، مش عايزه تستجيب لاي حاجه، ومصممين ان هم ينفذوا اللي هم عايزين يعملوه. استاذ عفاف، حضرتك اخر مره زرتي ابنك في وادي النطرون كان امتى؟ من حوالي 10 ايام. هل بدا عليه اثر تعب او مرض او ما شابه يعني؟ هم اكتر حاجه ظهر عليهم اولا الوجوه صفرة شويه، ظهرت عليهم الامراض الجلديه، وده كله طبعا بيأثر على نفسيتهم جدا. دي الحاجه اللي انا شفتها من حوالي 10 ايام. دلوقتي انا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه التطورات اللي حصلت، منتظره ان احنا لما نروح المره الجايه نشوف ايه الوضع، يا ترى تدهور عن كده ولا ايه الحاجه. عمر ابنك قد ايه يا استاذ عفاف؟ 20 سنه. ده في اي تهمه يعني؟ لا، تهمة حضرتك عارف اللي هي الانتماء لجماعة محظورة، قطع الطرق، الهجوم على الناس، ترويع الأمنين، التهم اللي هي المحفوظة دي. واخد حكم ولا يعني على ذمة قضية؟ لا، هو كل
الحاجه اللي موجودين في وادي النطرون واخدين احكام. حكمه قد ايه؟ هو واخد حكم 15 سنه. 15 سنه خلاص. كان الله في كان الله في العون. اشكرك شكرا جزيلا سيده عفاف والده احد المعتقلين في سجن وادي النطرون. استاذه داليا، انا اعتقد سجن النطرون واحد من اكثر السجون سوءا كما قالت الكثير من منظمات حقوق الانسان وغيره. يعني هل من امل ان تتغير الحاله في سجن وادي النطرون؟ لا يوجد امل طالما لا يوجد تفتيش على السجون، والسلطه الوحيده المخوله بالتفتيش على السجون هي السلطه القضائيه. من حق وفقا للائحه النيابه العامه انه على الاقل لازم يتم تفتيش على الاقل مره في الشهر على السجون. يتم مراقبة أو مشاهدة مين المساجين اللي اعتقالهم أصلا اعتقال تعسفي أو تعدوا حتى المدة المحددة للاعتقال الاحتياطي. يجب أن يراجعوا ظروف السجن من الغرف، مدى تكدسها، من التهويه، من حتى من الاضاءه، وهذا من النظافه. وهذا لا يحدث طالما هذا لا يحدث، طالما لا يوجد تفتيش، وطالما لا يوجد محاسبه على الاهمال وعلى حالات الوفيات العديده اللي اتكلمنا عنها. لن يتم تغيير هذه الاوضاع. يعني المعتقلين في العديد من السجون دخلوا في اضرابات يعرضون حياتهم للخطر. صحيح. لانهم فقدوا اي وسيله اخرى للاحتجاج. طيب. يعني جربوا كل وسائل الاحتجاج لم تفيد، فحتى الى الان لا تستجيب السلطات لهم. واضح استاذه داليا ان ما يحدث في سجن وادي النطرون يحدث ايضا في سجون اخرى من السجون المصريه. معنا عبر الهاتف الان من القاهره السيده نعمه، زوجه احد المعتقلين في سجن اسيوط. ايضا هناك بعض الاخبار تتحدث استاذه نعمه عن ان هناك اضراب داخل سجن اسيوط العمومي، وايضا في بعض السجون الاخرى في نطاق هذه المحافظه ومحافظة المنيا. هل لديك أخبار عن طريق زوجك عن أسباب هذا الإضراب وإلى أي مدى وصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يا فندم، عندنا أخبار عن الإضراب النهاردة. النهاردة بدأوا إضراب عشان خاطر بسبب حالتهم إلى المحاكمة العسكرية بسبب مخالف صريح لنصوص الدستور 2012-2014. محاكماتهم العسكرية بموجب قرار بقانون صدر في يوم 27/10/2014، وفي حين أن الأحداث التي يحاكمون فيها وقعت بتاريخ 14/8/2013. جميع الاتهامات في هذه القضايا جاءت بناء على محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني وضباط المباحث عن طريق مصادر سرية دون وجود أي أدلة أو إثباتات أو شهود أو أحراض أو حتى تصوير. وزوج حضرتك الآن يا أستاذة نعمة بحول لمحكمة عسكرية في عدة قضايا، واتعملت له يعني في كذا قضية في نفس الوقت في كل بلد على مستوى المحافظة. أنا بيتحاكم زوجي على 11 قضية في ملوي، وقضيتين في صمالوط، وقضية في بني مزار، وقضية في المنيا، وقضية كثيرة جدا. كل يعني كذا قضية بيجمعوا تاريخ واحد، ومش هو بس، ده حال كل المعتقلين اللي معاه. عرض على القضاء المدني ورفض هذه القضايا ثم حول للقضاء العسكري، أم ماذا حدث معه من البداية يعني؟ هو حضرتك اتعرض على القضاء المدني وقعدوا سنة ونص كاملين بيتحقق معاهم، وإحنا ودينا شهادات وإثباتات موثقة بخاتم شعار الجمهورية مع شهود النفي، ورغم ذلك حكم عليهم جميعا بالمؤبد حضوري وغيابي دون تفرقة. هو الأول بعد ما قعدوا سنة ونص بيتحققوا معاهم القاضي المدني حولهم للعسكري، لأنه ما لقيش عليهم أي اتهامات ولا أي أسباب، فاضطر إن هو يحولهم للمحاكمة العسكرية. وهم في إضراب حتى هذه اللحظة أستاذة نعم. ايوه طبعا، في اضراب شغالين وبيدعوا كل السجون للمشاركه معهم في نفس الاضراب، لان كل المعتقلين بيتعرضوا لنفس المهازل في كل الاماكن. شكرا جزيلا السيده نعمه، زوجه احد المعتقلين في سجن اسيوط، والذي اضرب عن الطعام وعن الزياره هو ومن معه في السجن بسبب ان حولوا لمحاكم عسكريه. ما رايك في هذه الحاله؟ والله شيء مؤسف أن يكون يعني هذا الكم من القضايا اللي متهم فيها زوجها، يعني كم مذهل، يعني حتى لا يتم الحكم فيه بعد سنة ونص، يعني يسارعون في يعني ده. لا يعني هي بس في واقعة صعبة جدا، أن القضاء المدني قال أن القضايا ما فيهاش حاجة ويكاد يكون برأ فيها المتهمين، على الرغم من ذلك حولت هذه القضايا للقضاء العسكري. هل هذا قانوني أستاذ داليا؟ هو ليس قانون، لأنك في دولة لا قانون
القانون في دولة القضاء فيها يستمع إلى السلطة التنفيذية، لا يستمع إلى 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 شيء آخر، لا يستمع إلى شهود، لا يستند إلى أدلة، بل يستند إلى تحريات الأمن الوطني. الجميع يعرف تحريات الأمن الوطني كيف تأتي، فهذا من الطبيعي. يعني لم يعد يذهلنا الآن يعني هذه النوعية من الأحكام أو هذه الطريقة في التعامل مع المحاكمات. لهم الله. شكرا جزيلا للأستاذة داليا لطفي الناشطة الحقوقية، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، زلنا معكم، فاصل قصير يلتقيكم بعده زميلي مصطفى عاشور وقراءة في ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان كتائب القسام أسرها 4 من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأهمية ذلك في الضغط على إسرائيل لاستعادة حقوق الفلسطينيين. كونوا معنا.